الخير واهلا بيكم، لسه مكملين فقراتنا في برنامج استراحه. عروض مغريه واسعار خياليه، مدن مقدمه من غير فوائد، لكن المطلوب يا دوب صوره البطاقه وامضاء على ايصال امان، وده فخ بيوع فيه الاهالي اللي بتحب تجهز بناتها. وبيكونوا قدام يا الدفع يا الحبس ايصال الامانه، وكل ما يطرحه من خطوره وعقوبه هيتم مناقشه مع الاستاذ ايهاب ابراهيم، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. اهلا بك يا فندم. أول حاجة عايزين نفهم إيه هو الشيك وإيصال الأمانة وخطورتهم إيه؟ يمكن بيانا وإيصال الأمانة والشيك. تمام. الشيك ده حاجة بتصدر من تبع البنك، تبع حساب بنكي عادي جدا، ده ما بيبقاش فيه أي نقاش أو فيه أي كلام في المحكمة أو في مواجهة خطورته تماما. تمام. الصراع هنا أو القصة اللي بتبقى موجودة في الشارع دايما ما بين الإيصال الأمانة وما بين الكمبيالة، هل نوقع على إيصال أمانة ولا نوقع على كمبيالة؟ طبعا الكمبيالات فقبل كده زمان كان بتواجه عقوبه جنائيه، عقوبه حبس وكده، والغى تم الغاء هذا القانون، واصبحت اصابات الامانه هي الاحد عقود الامانه الخمسه، هي اللي بيعاقب عليها طبقا للماده 341 عقوبات. تمام. وهي اللي بيحاسب عنها المدين بموجب جنح التبديل. غالبيه الناس حاليا بقت هي اللي بتبدا بتحب ان هي تامن نفسها بموجب ايصال امانه على اساس ان هي تبقى بديل للكمبياله. تمام. بس كده. ازاي بيتم كتابه ايصال الامانه؟ ازاي بيتم كتابه ايصال الامانه؟ طبعا احنا بنلاقي دايما ان الصيغه بتاعت ايصال الامانه اللي هي الصيغه المطبوعه او اللي الناس عارفاها الصيغه الدارجه بتبقى حاجه بعيدا تماما عن الموضوع بتاع القسط. بنلاقي ايصال الامانه ثلاثي الاطراف، استلمت انا فلان الفلاني المقيم في الحته الفلانيه واحمل رقم قومي كذا مبلغ من السيد فلان وذلك لتوصيله للسيد فلان. تمام. وفي حاله عدم توصيلي للمبلغ اكون مبدل الامانه وخائن لها. دي الصيغه بتاعت ايصال الامانه. طبعا دي بتبقى واقعة مختلفة تماما عن الواقع ان انا بشتري بالقسط او ده بيبقى معلومة عند الدائن نفسه، بيحتاج ان هو يأمن نفسه ويثبت ملكيته ويثبت فلوسه بالحجة دي بالمبلغ ده بالظبط كده. وده بيبقى يعتبر سلاح ذو حدين شوية، ممكن هنتكلم شوية عن الموضوع دوت، بس هو سلاح ذو حدين بالنسبة للدائن ان هو يقدر يضمن شيء لو زاد عن حده بيتقلب ضده. امتى بيتم بطلان ايصال الامانة؟ امتى بيتم بطلان ايصال الامانة؟ بص، هو في حالات كتيره جدا نقدر نبطل بيها ايصال الامانه. يعني الحاله الشائعه او الدارجه على طول ان الدائن بيحب يامن نفسه زياده شويه فبيحاول يمضي المدين على ايصال امانه على بياض. تمام. ايصال الامانه اللي على بياض ده من اكتر المستندات اللي بتبطل في ايصال الامانه. ايصال الامانه اللي على بياض بيفقد قيمته تماما اذا تم اثبات ان ايصال الامانه تم التوقيع على بياض بدون بيانات. وده سهل اثباته. احنا هنا بنبقى قدام حاله من الاثنين. الحالة اللي ما بنقدرش نثبتها لو احنا وقعنا وانت دلوقتي انا اخدت منك مبلغ معين ومضيت لك على ايصال الامانه وانت مليتي بيانات الايصال بعد كده من فوق في نفس المجلس واحنا قاعدين بنفس القلم بكل حاجه في نفس التوقيت. الطب الشرعي سهل يثبت ده. بالظبط. لكن لو اتملت بيانات الايصال في وقت مغاير لوقت المجلس بتاع العقد دوت بتاع عقد الامانه دوت او بقلم مختلف، الطب الشرعي بيقدر يثبت الكلام ده بكل سهوله. وفي الحاله دي بالظبط، وفي الحاله دي بنواجه خطوره ان دفع اسمه انتفاء ركن التسليم، ان ما كانش فيه مبلغ مسلم اصلا. تمام. تصبح الواقعه اللي معروضه اصلا على المحكمه واقعه غير صحيحه. عقوبه ايصال الامانه بتوصل لقد ايه؟ عقوبه ايصال الامانه هو طبعا من ضمن مواد الجنح بحسب عن جنح التبديد، عقوبتها من اول 24 ساعه لحد 3 سنين ويزاد عليها غرامه لا تتجاوز ال 100 جنيه ويجوز الحكم بكلتا العقوبتين. طب ممكن يحصل ان حد كاتب ايصال امانه ياخد براءه؟ طبعا بتحصل كتير جدا. اذا ثبت، بص، ايصال الامانه لما بيتعرض على المحكمه بيتعرض بالصيغه اللي احنا قلناها بالظبط. المحضر اللي بيتقال ما بيتقالش ده اخذ مني فلوس او كان مقسط مني حاجه او الكلام ده، ان الكلام ده انا بطلع الايصال بطلع الايصال. ومحضر شرطه في الغالب بيبقى اسطمبه واحده تبقى معموله اديت لفلان فلوس عشان يوصلها وما وصلهاش. الكلام ده حصل امتى؟ حصل من كام شهر او. تمام. لو احنا قدرنا نثبت لهيئه المحكمه ان المناسبه بتاعت استلام الفلوس بتاعت اي وقعه ثانيه مختلفه عن اللي اتحكت جوه الايصال، ايصال الامانه دوت يبقى بايظ، سواء كانت معامله مدنيه او معامله تجاريه. في الحالتين نقدر نطلع المتهم براءه. طب امتى بيتم تحرير ايصال الامانه؟ امتى بيتم تحرير ايصال الامانه؟ القاعده العامه او الاصل ان هو بيوقع طبقا للواقعه اللي مكتوبه فيه. انا سبت عند حد مبلغ على سبيل الوديعه او علشان يوصلها، ده الطبيعي، دي الصيغه اللي بتقوله ايصال الامانه. لكن للاسف اللي موجود حاليا في الشارع عموما مش ده اللي بيحصل تماما، بنلاقي دايما ان ايصالات الامانه موجوده في كل المعاملات. الاهالي اللي بتروح تشتري اجهزه كهربائيه علشان تنقذ بناتها من حوار الجواز، فبتقوم كاتبه على نفسها بالقيمه الاجماليه وهي بتكتب بتدفع بالشهر. بالظبط بالظبط. هنا بتبقى المشكله عندنا في حاجتين، اولا في اوقات بنلاقي بعض التجار
بيبقى ممضي الشخص اللي اشترى منه او اللي قسط من عنده المنتج نفسه اللي بيشتريه مرتين. يعني مثلا انا اشتريت منتج ب 10000 جنيه فبقول لك والله الاقساط بتاعتك انت هتمضي لي على ايصالات امانه قدامك، بمعنى هدفع 10000 جنيه على 10 شهور، فبلاقيه بيمضيني مثلا 10 ايصالات امانه كل ايصال ب 1000 جنيه وعن القيمه الاجماليه، وزياده التاكيد بيروح ممضي ايصال تاني بالقيمه الاجماليه. فهنا بيبقى المدين او الشخص اللي قسط مضى على المبلغ مرتين، مضى عليهم 10 ايصالات ب 10000 جنيه، كل ايصال 10000 جنيه، كل ايصال 1000 جنيه، وايصال كامل بالمبلغ كله بالقيمه الاجماليه بالظبط كده. وده الايصال اللي بيترفع ساعه حدوث هو الايصال بالقيمه الاجماليه هو اللي بيترفع، مع ان انا ممكن بكون هو قسط واحد بس اللي تخلفت عنده اللي هو ال 1000 جنيه بس بفاجئ ان انا مطالب بالمبلغ كله. طب اي خطوره فيهم، الامضه يعني التوقيع ولا البصمه؟ ولا البصمه. طيب هو طبعا الامضه هي اكتر حاجه ما بيبقاش فيها اي كلام. تمام. في ناس او في معلومه شائعه عند الناس يعني يقول لك لا ده البصمه بالظبط، في ناس تقول لك البصمه لا دي ما ينفعش تتزور، البصمه ما فيش حد بصمته زي التاني. ما هو تمام، بس هنا التحايل في البصمه او اثبات ان البصمه اتاخدت عن غير ارادتي سهله جدا. انا ممكن ابقى نايم وحد يبصمني وانا نايم، ممكن حد يخدرني ويبصمني وانا متخدر. فالتوقيع هو اللي بيبقى اوقع كلتا الاثنين بياكدوا بعض، لكن التوقيع طبعا هو اقوى جدا من البصمه. بصمه منفرده لا. طب لو فقد ايصال الامانه، كان معايا ايصال الامانه في حياتي وفقد، ايه الاجراءات اللي بتبعها عشان طيب فقد في انهي حاله بالظبط؟ اثبت انه فقد في حاله ان انا صاحب الايصال ولا في حاله ان انا المطالب بالايصال؟ انا المطالب بالايصال. المطالب بالايصال انا اللي مطلوب مني ان اسدد الايصال. تمام، وايصال الامانه مش موجود مع الدائم. في الحاله ديت بروح للدائم بسدد المبلغ المطلوب مني وبيمضي لي على اقرار. تمام. ايه هو الاقرار؟ ان انا سلمت المبلغ، ان هو مبدئيا فقد ايصال امانه، بقرر انا فلان الفلاني ان فقدت ايصال امانه بصيغته كذا كذا كذا، نفس الصيغه اللي مكتوبه فلان اللي استلم فلوس من فلان عشان يوصلها لفلان، وقيمه المبلغ، وان تم تسديد كامل المبلغ وتم توصيل الامانه، وان انا مش مطالب مدنيا وجنائيا. تمام، بهذا الاقرار خلاص يعتبر انا كده كاني بالظبط استلمت ايصال الامانه. ايصال الامانه بيورث؟ ايصال الامانه بيورث طبعا. للدائن ولا للمطالب؟ للاثنين، بس في عندنا اختلاف ما بين الحالتين. ايصال الامانه بالنسبه لصاحب الحق اللي هو صاحب الايصال بيورث الورثه بتوعه بكامل حقوقه المدنيه والجنائيه. تمام. اقدر ارفع جنح التبديد واقدر اطالب بيه مدني، انما لو المتهم هو اللي توفى ما بيبقاش قدام الدائن ان هو يقدر يرفع دعوه جنائيه، عشان عندنا مبدا في الجنايات اسمه مبدا شخصيه العقوبه، فبحالة دي ما بيقدر يرفع على الورثه الدعاوى المدنيه فقط. تمام. ايصال الامانه والشيك زي ما قلنا، ليه البنك بيمضي الشخص اللي قايم بالتقسيط على شيكات مش على ايصال امانه؟ ليه بيلجا للشيكات؟ علشان الشيكات ما فيهاش كلام، الشيك هو اداه وفاء وليس اداه ائتمان. تمام. ففي المحكمه لو جه يرفع جنحه شيك بدون رصيد ما فيهاش كلام وما فيهاش مراجعه. احنا لسه كنا بنقول في ايصال الامانه لو اثبت ان المبلغ المكتوب في الايصال ده بسبب اي وقعه ثانيه غير المكتوبه، مش فلوس عشان يوصلها لكذا، فخلاص هنا ايصال الامانه عندي باظ. انما الشيك ما فيهوش الكلام ده. ايصال الامانه فيه ده عشان ايصال الامانه هو اداه ائتمان وليس اداه وفاء، والشيك العكس. والاجراءات في الشيك بتكون ازاي؟ هي نفس اجراءات ايصال الامانه، بس ده جنحه تبديد ودوت جنحه شيك، يا اما عن طريق محضر شرطه يا اما عن طريق عريض الدعوه. احنا عندنا طريقتين لرفع الدعوه، سواء للايصال او للشيك، يا اما جنحه غير مباشره عن طريق محضر الشرطه وبتبقى النيابه العامه هي اللي بتحرك الدعوه الجنائيه، او عن طريق عريض الدعوه بيرفعها المجني عليه نفسه. في الحاله دي اسمها جنحه مباشره. بيتم الاجراءات فيها على طول. طب خطوره الامضاء على اي ورقه سواء ايصال امانه او شيك؟ خطوره الامضاء حجه على صاحبها، حجه على صاحبها في اللي مكتوب من فوق، حتى لو هو مش عارف الايصال الامانه على بياض. لا وايصال الامانه على بياض دي تبقى واقع قصه ثانيه تماما. لو ثبتنا زي ما قلنا، لو ثبتنا ان انا وقعت الايصال على بياض وكان في غير مجلس العقد تم ملء البيانات بتاعه ايصال الامانه وقدرت ان انا اثبت الكلام ده، هنا بيبقى حجه على اللي استخدم الايصال. يعني الناس اللي بيعوز يامن نفسه زياده شويه ويقول لا انا هخلي المبلغ على الايصال الامانه بتاعي على بياض، هو هنا بيبقى في خطوره مواجهه جنحه خيانه ائتمان بعد حصول المتهم على حكم البراءه. طب عقوبه ايصال الامانه بتوصل لقد ايه؟ عقوبه ايصال الامانه بتوصل لحد 3 سنين، من اول 24 ساعه لحد 3 سنين. ازاي الاجراءات بقى بتتاخد فيها؟ انا هو واحد تاخر عندي على السداد، ايه الاجراءات؟ انا رايح للمحامي عشان افعل الايصال ده، ايه الاجراءات اللي بتتاخدها؟ في عندنا طريقتين، يا اما باخد ايصال الامانه بموجب توكيل من الموكل اللي جالي وبنزل على الاسم، بعمل محضر شرطه بالتبديل، دي اسمها الجنحه الغير مباشره.
بيروح المحضر للنيابة، والنيابة هي اللي بتحرك الدعوة الجنائية ضد المتهم. وفي طريقة تانية اسمها الجنحة المباشرة، ان انا بكتب عريض الدعوة وبروح المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوة، الم الكتاب والم المحضرين، وبعلن وبحدد تاريخ جلسة، وهنا بيتولى التحقيق فيها مش النيابة، قاضي المعارضات على طول. طب ايه اغرب حادثة وقعت قدام حضرتك لإيصال أمانة؟ اغرب حادثة؟ هو يمكن في حاجة حصلت معايا انا شخصيا، كان إيصال أمانة موقع على 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 بياض ما بين اتنين في معاملة مادية، وصاحب الحق حب يأمن نفسه زيادة فمض الرجل على بياض، وحصلت بينهم مشاكل، بعدين حب ان هو يستخدم الإيصال دوت بدون وجه حق ضده. وعلشان هو عنده المعلومة ان انا لو ثبتت ان في معاملة تجارية او معاملة مدنية ما بيني وما بينك، الإيصال هيبوظ، فراح كتب الإيصال باسم واحد تاني خالص مفيش اي علاقة تماما بينه وبين المتهم. تمام. الاتنين ما شافوش بعض تماما. اللي حصل ان احنا كنا قدام احدى الدوائر في الجنح المستأنفة، كنا استنفذنا كل اجراءات الطعن خلاص، ولدرجة ان المتهم جاي هو عارف ان الفلوس مش عليه، وحضوره وجوبي في الاستئناف لو مرافعتنا ما اتقبلتش هو هيتحكم عليه ويتنفذ الحل ميؤوس منها، جاي وفي ايده شنطة فلوس خلاص انا هنفذ خلاص. في الحالة دي انا اتأكدت منه، طبعا كنت على يقين ان هو مش مطالب بالفلوس ديت. تمام. اتأكدت منه المجني عليه يعرفك؟ لا. انت تعرفه؟ لا. متأكد؟ متأكد. جبنا ساعتها المتهم، خليته قاعد بره المحكمة شوية، قلت له تيجي اليوم بتاع الجلسه لابس بدله عادي جدا، تخش القاعه انت كانك ما تعرفنيش. اديت له ملف ورق واديت له روب محاماه وقعد وسط المحامين على انه محامي. حلوه الحيله دي. بالظبط. لما دخلنا قدام هيئه المحكمه طلبت من رئيس المحكمه ان احنا، طبعا انا عارف ان حضور المتهم وجوبي في الاستئناف لا يمكن ينظر القضيه بدون حضور المتهم ولا هيقبل حضور المحامي. تمام. فاستاذنت رئيس المحكمه في دقيقه، وطبعا بعد ما صممنا على حضور المجني عليه، ان احنا بس المجني عليه يحاول يتعرف على المتهم ما بين الموجودين في القاعه، لانها احد الاركان على الاقل. بالظبط. طبعا هو ما كانش ينفع ان القاضي يعني يستجيب للطلب بتاعي دوت، لانه مش قانوني ان يقبل اي كلام في غير حضور المتهم. بس اخذنا حوالي تقريبا دقيقه او دقيقتين في الجدل ان ديت نقطه جوهريه في الدفاع بتاعي، وان لازم المجني ده بيقول واخد منه 300,000 ولسه من 3 شهور. تمام. فبعد اذنك يطلعه من وسط الموجودين عشان بس نتاكد. تمام. في الدقيقتين دول رئيس المحكمه اخذ باله ان المجني عليه بالفعل مش عارف يتعرف على المتهم من وسط الموجودين. تمام. باظت القضيه كلها في ثواني، هو المجني عليه نفسه ما بقاش عارف يجاوب. يعني بعد لما جه وانده الرول وجبنا المتهم ووقفناه، واتفاجئ ان واحد من ضمن المحامين قايم سايب الروب وسايب الملف، وطلع هو المتهم دوت واحد من ضمن الناس اللي قاعده. لما ساعه التحقيق ورئيس المحكمه بيوجه الاسئله للمجني عليه، بقى خلاص المجني عليه نفسه اتبرجل ما بقاش عارف يرد، والحمد لله ربنا اكرمنا واخدنا براءه. اكيد يا فندم. بشكر حضرتك جدا في نهايه اللقاء. بشكر أستاذ إيهاب إبراهيم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة على المعلومات القيمة اللي قدمها لنا طول الحلقة، وعايزين طول الفقرة، وعايزين نعرف إن الإمضاء مهمة جدا لكن ما نمضيش على أي حاجة. هنروح للفقرة الثالثة، معانا الأستاذة داليا وهنناقش عن القايمة ما لك وما عليك. شكرا.